السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة وصفات أسماء للطبخ. اليوم بزوج حبات تاع البيض احنا خدمو خبزة تاع المسكوتشو هايلة وهشيشة وإسفنجية. هذه الخبزة تاع المسكوتشو مش هتكلفكم بزاف، المواد اللي فيها كامل متواجدة في البيت. يلا معايا كامل تبعوا خطوة بخطوة باش تخرج لنا مسكوتشو ناجحة وهشيشة وإسفنجية. تبعوا معايا كل المراحل والخطوات. بسم الله على بركة الله، نمدكم المقادير اللي نخدموا بهم المسكوتشو ديالنا. عندي كاس وربع سكر، عندي كاس وربع حليب، وعندي كاس ناقص منه اصبع واحد نتاع الزيت، عندي زوج حبات تاع البيض، وعندي ثلاثة خمارة تاع حلوة، عندي مغرف نتاع الخل، وعندي ثلث كيسان نتاع الفارينة، عندي مغرف كبيرة نتاع كاكاو المرة، وعندي مبشور حبة تاع برتقال ولا ديرو مبشور الليمون، كل واحد واش ملكو اللي يحب. انا عندي هنايا قرصه نتاع ملح. هذو كامل المكونات اللي نخدم بهم المسكوتشو. عندي المول تاعي هنا كبير شويه اللي نخدم به الخبزه تاع المسكوتشو. بسم الله على بركه الله، نكسروا زوج حبات تاع البيض تاعنا في صحن يكون غامق شويه، ونخلطوا البيض نتاعنا مليح حتى يطلع يولي القوام تاعو اللون تاعو تقريبا في الابيض. كما قلت لكم انا استعملت كاس وربع السكر وكاس وربع نتاع الحليب على خاطر المول تاعي كبير شويه. الا كان المول تاعكم صغير نقصوا في الكميه، ان هذيك الربع نتاع الكاس نحوها، ديروا غير كاس كاس كاس. كما راكم تشوفوا خلطت البيض تاعي وطلع كما راكم تشوفوا عاد فيه الرغوه هذيك. راح ندير كاس وربع نتاع السكر على خاطر المول تاعي كبير، اذا كان المول تاعكم صغير هاني ناكد لكم نقصوا ذاك الربع تاع الكاس. نكمل الخلط حتى القوام تاعو يزيد تطلع الكميه وتولي بيض كما راكم تشوفوا، ولا لي بيض. تخلطوا بالخلاط اليدوي ولا الخلاط الكهربائي، كل واحد واش عنده امكانيات في الدار. راح نزيد الكاس اللي نقص منه اصبع نتاع الزيت، نتوما ديروا كاس نقص منه زوج اصابع نتاع الزيت. كما راكم تشوفوا نكمل الخلط. راح نزيد الكاس وربع نتاع الحليب، قلت لكم اذا كان المول تاعكم صغير ديروا كاس برك نتاع حليب، نقصوا ذاك الربع نتاع الحليب. كما راكم تشوفوا ونواصل الخلط، نخلطوا مليح، لازم نخلطوا حتى يذوب السكر في الاول، لازم نخلطوا حتى يذوب السكر ويتضاعف الحجم تاعو. راح ندير مبشور حبه تاع برتقال ولا حبه تاع الليمون، كل واحد واش عنده في الدار وكل واحد واش من النكهه يحب، كاين اللي يحب يدير حتى الفانيليا يدير فانيليا ولا شوكولاتة ولا كيما يحبوا. راح ندير القرصة تاع الملح والمغرفة الصغيرة تاع الخل. قولوا لي علاش هنا هو السر في علاش نفخت لي وجات هشيشة واسفنجية، على خاطر الخل هو اللي يخليها باش تقعد هشيشة واسفنجية وتخرج رائعة. ونصيحة كذلك، المسكوتشو ما تزربولوش النار في الفور، ما تزربولوش النار في الفور، خلوه على نار قليلة. راح ندير ثلاثة خماران تاع الحلو، راح نغربلهم باش ما يقعدوش في الحبيبات في الخليط تاعي. كما راكم تشوفون نغربلهم مليح، قلت لكم لازم يطيب على نار هاديه 150 درجه في الفور نتاع التريزيتي، واللي عنده فور تاع غاز كيما انا ينقص النار ويخليه شاعل غير من تحت ومن بعد يشعله من الفوق. درت المغرف تاع كاكاو المره، يعني تغربلتها باش ما يقعدوش فيه الحبيبات ولا كاش حاجه فيها الداخل. راح نكمل الخلط وراح نضيف الفارينة. انا عندي درت 3 كيسان، خرج لي القوام تاعهم بزاف شباب، اذا نتوما القوام تاعها خرج لكم شويه سائل زيدوا نص كاس ولا ربع كاس، واذا خرج لكم القوام تاعها مليح كيما نتاعي خلوها كيما راهي. راكم تشوفوا القوام تاعها خرج لي ما راهو سائل ما راهو ناشف بزاف، خرجت القوام هايل راهي تمشي. نحكم المول تاعي وراح ندير له شويه تاع الزيت ونمسحو كامل بالزيت. اذا كان فيك عندكم درتو شويه زياده تاع الزيت تقدروا تنقصوه عادي ماشي مشكل، ولازمكم هنا لازم المول تدهنوه مليح بالزيت ولا مانغارين، كل واحد هو شي عنده في الدار. انا من احسن الزيت باش تكون اقتصاديه، تكون كيكه اقتصاديه. رشيتها مليح بالفارينة، انا هذا المول مالف نخدم به وخدمت به ماي خطره ماي زوج، خدمت به عده مرات وتخرجي دائما هايله. كما راكم تشوفون لازمني نرشها مليح بالفارينة باش تتنحى لكم. نفرغ الخليط تاعنا في المول ونحطه في الفور يكون سخون.
سخنت الفور تاعي من قبل ونقصت له الغاز ودوك نخليه يطيب عقله. كما تشوفوا بدا يطلع، زاد الضعف الحجم تاعو ودائما على نار قليله. كي نشوف المسكوت تاعنا بدات تشد روحها مليح، نشعلوها النار من فوق غير بالعقل ونخلوها تحمر براحتها، ما نزربوهاش دائما في الطياب. بعد ما حمرتنا المسكوت راح نشد موس ونقيس به، اذا خرجنا ناشف نعرفوا باللي المسكوت طايبه، ولا خرجنا شامخ نعرفوا المسكوت باللي مازالت. نخلوها شويه في الطياب بارارارانا. واخيرا شوفوا كيفاش نحت المسكوت شو سهله مهله، ما لصقت لنا في المول ومعيتنا. كما هكذا قلت لكم لازم ترشوا المول تاعكم مليح بالفارينه والزيت باش الخبزه تاع المسكوت شو ما تلصق لكمش فيها وتخرج لكم سهله. راح نقلبها في الصحن تاعها ونرجعها على وجهها تاعها الاصلي والاولاني. كما راكم تشوفوا محمره مجمره، الله يبارك ما شاء الله عليها. خرجتنا حا وحده تاع المسكوت شو، واحد الريحه تخرج منها. واش نقول لكم، واش نقولكم، واش نحكي لكم، ما نقولكمش خير، لازم تجربوها باش تحسوا واش راني نحس. ريحه ولا اروع. انا التزيين اخترت ندير غير المربى، تزيين بسيط فقط، ما حبش ندير اكثر واكثر. كان اللي ما عندوش ما يقدرش يكلف روحه اكثر من لازم عليه، بصح يخدم حاجه بحوايج بسيطه ويفرح ولاده ويفرح وليداته ويفرح العائله تاعو كامل. على هذه اخترت لكم حوايج دائما بسيطه باش تقدروا تخدموها في الدار وتفرحوا بها وتاكلوا حاجه ما شاء الله بنينه وتطلع المورال. كيما قلت لكم كيما راكم تشوفوا في راني نزين بها غير بالمربى. اذا عندي هنا حبه تاع الكاطو بيمو، اذا عندكم كان عندكم حبه كاطو يابسه في الدار تقدروا تطحنوها وترشوها غير من الفوق. عندكم كاكاو مطحون كيف كيف ترشوها من الفوق. عندكم اي حاجه تزينوا بها يزينوا بها، اللي عنده الشوكولا يزين بالشوكولا، واللي ما عندوش يزين غير بالبساطه فقط كيما راني مزين انايا. واش نقول لكم، هذه هي خرجت المسكوت شو ما شاء الله هايله. انا درت لها شويه نوت كوكو كما راكم تشوفوا من فوق، وراح نرشها بشويه تاع السكر كلاص. انا حبيت نزينها كما قلت لكم بغير شيء بسيط فقط، ما حبيتش نكلف اكثر من هكذا باش كامل تسيوها وتجربوها. كما قلت لكم المسكوت شو لما لازم تزربوها في الطياب، لازم دائما الفور يكون شاعل على النار قليله. راني قطعتها وخرجت لي حوالي 11 قطعه ولا 10 قطع، خرجوا قطع شابين الله يبارك ويعمروا العين. ما كاش لي يرغبها يقول لك قليله ولا صغيره. الله يبارك ما شاء الله. راح نجبد حبه ونشوفوا كيفاش. شوف بسم الله ما شاء الله، بسم الله بسم الله بسم الله. شوف الله يبارك، راهي واحد الريحه تخرج منها. واش نحكي لكم، ريحه التشينا مع ريحه الكاكاو خرجت ولا اروع. هشيشة ولا اروع، روعة روعة. ندوشيوها نشوفو اسكيلا خفيفة ولا مش خفيفة. والله ماني حاب ندوشيها بزاف على خاطر تتفتت. شوفوا كيفاش دايرة تلمو، خرجت بزاف بزاف هشيشة واسفنجية. شوفوا قطع تاع التشينا الداخل ولا اروع. ما شاء الله ما شاء الله، ولا غتجربوها ما تندبوا عليها. راح نشربها مع كويس اتاي كما يقولوا الناس الصحراء، اتاي مشحر يطلع الراس. ما تنساوش تدعوا لنا دعوه الخير وتجربوها ان شاء الله. وكما تدعوا لنا دعوه الخير ديروا لنا جام وديروا لنا بارطاج للفيديو، وما تنساوش ديروا لنا ابوني ولا دقوا على ذاك الجرس، دقوا على ذاك الجرس. وربي يحفظكم كما حفظ ربي كتابي الكريم من الشيطان الرجيم. سلام.